شركة وجد الحياة الطبية للتجارة، نشتغل في تشغيل وصيانة المستشفيات والتشغيل الطبي في المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص. عندنا منتجات توفير قطع غيار مستلزمات الأجهزة الطبية، وعندنا مستلزمات المرضى، ونشتغل على توريد الأجهزة للمستشفيات الحكومية والخاصة. ECB راح يساعدنا في التوسع في الماركتينج من ناحية معرفة العملاء وعدد الطلبات والإحصائيات، جميع الطلبات اللي موجودة عندنا، والتركيز على العمل حتى نقدر ناخذ أكبر حصة من السوق. The main benefits to save time and increase the productivity for all employee give us accuracy in the pricing, in the quotation, and we are now able to increase our profits. SAP Business One استثمار كويس جدا، بننصح الناس فيه. البرنامج نفسه SAP Business One فيه مميزات كتير جدا، وفر علينا مجهود ووقت كبير جدا، ادانا افضليه اكتر في الموضوع ان احنا نقدر نتحكم في الحسابات اللي عندنا، ننفذ عندها كنترول اكبر من اي برنامج تاني، وفر علينا وقت في العمليات نفسها، خلانا نقدر ناخد قرارات اكتر مصداقيه من قبل كده. البرنامج فيه اريحيه كبيره في التعامل معاه، اي حد ممكن يستخدم البرنامج بطريقه سهله جدا، بطريقه ما فيهاش اي مشاكل خالص. We recommend for all companies here in Saudi Arabia to deal with CDOR because they have great staff, they have great team, and they are very helpful. صراحة بحثنا احنا على أكثر من شركة، ولقينا CDOR من أكبر الشركات اللي موجودة في السوق وشركة عالمية، فعشان كذا احنا اتجهنا واخذنا CDOR واشتغلنا معه. SAB Business One is the heart of the company. SAP Business One استثمار بالنسبة لوسع ومناسب جدا وملائم جدا، بالنسبة للشركة ملائم ومناسب، وبالنسبة للفوائد اللي جاية من ناحية البرنامج عليه، اعتقد ان السعر ما فيش فيه مقارنة بالفوائد اللي هي عايدة على الشركة وضايفة لقيمة الشركة من استخدام البرنامج.